حتى مرة أخرى نرجع المحاضرات. اليوم المحاضرة هي الثقة بالله، فصارت من قبل العيد لحد الآن ما سوى أي محاضرة. فنرجع سوى بالكنيسة مار الياس بالريفة، بس هون عندنا ما أعرف شلون صارت، لأن كان عندنا إحنا أشغال عند مرتين، صارنا إحنا أشغال أخرى فصارت من هيك السبب، يعني ما سوينا هون صارت هنا. فأنا المسألة نبونا ونطلب من الجميع أن نقوم نصلي، نبدي بالصلاة. أعطنا خبزنا كفافنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجربة ولكن نجنا من الشرير. نصلي صلاة بسيطة من أجل جميع الناس الموجودين في العراق اللي شبعوا ظلم وشبعوا ألم وتوجع. بالحقيقة أنا متابع بدقة للأخبار من مصادر هوني، وهالشيء بالفترة الأخيرة أتعبني نفسيا وشل تفكيري عن التفكير بأي شيء آخر. شفتوا كل الأشياء بالحياة ما تسوى مقابل هالقصص اللا إنسانية نسمعها يومياً عن هالناس. خلي نصلي أفضل شيء، لأنه عملية متابعة الأخبار ترهق الناس وتسوي ثقل على الفكر، لأنه بالنسبة لهم ولنا كل أشياء غامضة غير مفهومة. واحنا نجي شون بالكتاب المقدس أكو ناس عاشوا هذا الغموض وهذا الثقل النفسي وهذا التوجع عاشوه وحكوا بصراحة مع الله. سلام لمن روح القدس إلى الواحد آمين. إلهنا القدوس الشفاعة في القديسة مريم وجميع القديسين والقديسات، أسألك الآن في هذه اللحظات المباركة التي جمعتنا فيها تحت يمينك المباركة أن ترسل العزاء وترسل روحك القدوس إلى نفوس أولئك الذين يتوجعون الآن وفي هذه اللحظات، جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى فيك يا رب، جميع الذين يريدون أن يحبوك، جميع الذين يريدون أن يثبتوا في الإيمان بك يا إله القدوس. إن التجربة كبيرة عليهم، فساعدهم وقوهم، ساعدهم كي يثبتوا في الإيمان بك، ساعدهم كي ينموا في محبتك، خاصة هذه المحبة التي تهتز أو تضربها رياح قوية، عواصف شديدة. هذه المحبة الآن التي تنضرب جدا في قلوبهم وعقولهم يا يسوع المسيح، كن معهم واذكرهم بقوة صليبك، واحمي جميع النفوس المؤمنة بك يا يسوع المسيح. دبر أولئك اليتامى والأرامل والشيوخ والأطفال، ساعدهم يا رب واسندهم بأشكال مختلفة من تعزياتك
واظهر لهم محبتك بطرق وبراهين وأشكال مختلفة. يا يسوع المسيح ساعدنا أن نصلي من هنا نحن صلاة حقيقية تهز أركان السماء وتجعلك متحننا بشدة وبسرعة عليهم. المجد لاسمك القدوس دائما وأبدا. آمين. بسبب هالوضع قلت أفضل الأشياء المواضيع اللي نختارها كمحاضرات تحديدية حقيقة نعزي فيها نفسنا أولاً، لأنه إحنا هون قد يجب تكون ناس ما يتابعون أو كتابعون لغرض الفضول الأخبار، بس المسيح يكون مطالب دائماً أنه يشارك الآخرين، يشاركهم في مشاعرهم في أحزانهم، يشاركهم بالصلاة، لأنه هو والآخرين شيء واحد. الأبو الموجود هنا، أبو المسيح الموجود هنا كمجد المسيح يشترك مع الأبو الآخر الموجود في مكان آخر بكل الأحاسيس وبكل المشاعر. فقلت أفضل من أن نختار موضوع فكري عقلي، نختار موضوع روحي عنوانه الثقة بالله. الثقة بالله، لأنه بصراحة تشوف في الأزمنة الصعبة في وقت الضيقات تشوف ثقة الناس والمؤمنين يبدي إبليس يحاول يضربها، ولأنه جوهر الحياة الروحية والإيمان بالمسيح الجوهر هو ثقة. تعرفون موضوع الثقة موضوع كبير جدا. في الرسالة إلى العبرانيين إصحاح 11 عنوانها الإيمان، هاي تعرف الإيمان. فبولس الرسول يعرف الإيمان، يقول الإيمان يساوي الثقة، الثقة بما يرجى الأشياء المرجوة والإيقان بأمور لا ترى. فالإيمان عند بولس الرسول هو الثقة. الإيمان بالله نثق بالله. من أحكي هاي كل واحد بينه وبين نفسه يخلي هالسؤال لشخصه يجاوب عليه وبعدين قد ما يصلي، هل أنا واثق كل الثقة بالله، بمحبة الله، بقدرة الله، بقوة الله العاملة في حياتي؟ هل أنا واثق؟ كل واحد يجاوب عليه، واثق كل الثقة؟ هل أنا واثق بوجود الله بحضرته؟ إذا كان بولس الرسول يعرف الإيمان هو الثقة، زين خلونا نسوي رحلة في أعماق هاي الكلمة ونشوف شنو هي الثقة وشنو هذا الإيمان. إذا كان الإيمان يساوي الثقة والثقة تساوي الإيمان، فنسوي رحلة في هالمجال. من نروح للغة اليونانية اللي كتب بها العهد الجديد، اللغة اليونانية مو المحكية حالياً وإنما اللغة اليونانية القديمة، أكو كلمتين تعبر عن الموضوع متساويتين تماماً بالمعنى. الإيمان ومأخوذ من الفعل بيستيو. بيستيو باليوناني يعني مؤمن، يعني واثق، يعني مقتنع. الثقة باللغة اليونانية هيبوستاسيس. هيبوستاسيس هيبوستاسيس تجي تفسخها بيش من نشف متكونة تشوف تعني معنى سبورت، يعني فدعم، أقول من أنا أثق فد إله يعطيني دعم، هاي الثقة تعطيني دعم. أيضا تعطي الجارنتي الضمان، ضمانات، يعني أنا من أثق في إله هذا الإله يعطيني ضمانات للأشياء اللي أطلبها منه. أيضاً تعطي معنى أشورانس اللي هي التأكيد. بالتأكيد، التأكيد لإيش؟ التأكيد للأشياء، بالتحديد الأشياء التي لا ترى. لأن عندنا المسيحية أكو كثير أشياء مرجوة لا ترى. يعني تحكي لك عن ملكوت السماوات، تحكي لك عن الحياة الأبدية،
تحكي لك عن باتولية العذراء، تحكي لك عن المسيح اللي ما شفته. كثير أشياء من هذا التأكيد، من هذا الإيمان ما شفته. ولهذا قال طوبى للذين آمنوا، آمنوا آمنوا يعني وثقوا، وثقوا يعني كانوا كل ثقة ولم يروا. فالإيمان والثقة بالأشياء التي لا ترى، الثقة بالأشياء التي لا ترى، كثير أشياء لا ترى. أنت مدى ثقتك بهالأشياء، مدى ثقتك بوجود هالأشياء، بنوعيات بايبل مختلفة كيف يوصف هاي الآية الإيمان والثقة بما يرجع لقام بأمور لا ترى. يقول only faith can guarantee the blessings that we hope for or prove the existence of the realities that at present remain unseen. انتبهت؟ يعني الضمان للبركات المرجوة وأيضا البرهان على فاعلية أو حضور أو واقعية الحقائق، واقعية الحقائق التي الآن هي غير منظورة، الآن هي غير منظورة. أنا من أحكي لك عن ملكوت السماوات، الآن غير منظور ملكوت السماوات. فالإيمان يوفر برهان، الإيمان اللي هو الثقة يوفر برهان على الإكزيستنس، على حضور، على وجود الأشياء أو الحقائق التي لا ترى. يعني الإيمان هو الحال. بعدين في ترجمة أخرى يقول what is faith. Faith it is the confident assurance that what we hope for is going to happen. It is the evidence of things we cannot yet see. فهي الدليل والثقة اليقينية. أشو الإيمان؟ هو الثقة اليقينية. يشوف وكأنه الشيء، الشخص يرى الأشياء التي لا ترى. كيرجمون استيفانوس يقول لهم، هم كيرجمون يضربون حجر، قل أرى السماوات مفتوحة. لاحظوا المؤمن، أرى السماوات مفتوحة وابن الإنسان جالسا عن يمين العظمة. شلون شاف هذا؟ أي معيون؟ هم كيضربون عيونه بالحجر، شلون كيشوف؟ كيشوف بعين الروح الأشياء الأخرى التي إحنا ما نشوفها بالعين العادية. فالمؤمن هو من يرى من الأشياء التي لا ترى، من يرى الأشياء التي لا ترى. من هون دائما المؤمن يكون على ثقة يعني قوية جدا بالله، ويطلب منه دائما يفتح له البصيرة الداخلية اللي هاي تنفتح على السماوات وعلى ما في السماوات. الكلمة هاي اللي قلت لكم تاني بيستيو، هاي جد في إنجيل يوحنا، هاي تعطي العفو، هاي تعطي، هاي الكلمة تعطي معنى الإيمان المركز على الثقة العملية، الثقة العملية. نحن دائما نعرف الإيمان ونقول الإيمان هو تصديق، تصديق يعني أنت تيجي تقول لي فتشغل أنا صدقتك، أوكي انتهى الموضوع، هذا هو أنا مؤمن بيك خلاص. لا، الإيمان ثلاث مراحل. أولاً المرحلة الأولى receive information، استقبال معلومات. أنا تجيني معلومات. بعدين المرحلة الثانية accept it as being true، يعني أقبلها كأنه هي صحيحة. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة have enough confidence in it to act،
لاحظوا اذا الرسيف اكسبت اكس هاي الثقه هذا الايمان. هل ثلاثه مع بعض الثالوث يشكلون ايمان؟ يعني الايمان ليس مجرد مبادئ تقال ثم تصدق. يجب ان تكون مبادئ تقال تسمع تقبل في القلب ثم بعد ذلك تخرج الى نطاق العمل. يعني الثقه عمليه هو هذا الايمان، مو فقط مجموعه كتب وانت تحفظها صرت مؤمن. لأن الثقة العملية هي الإيمان. الناس اختلفوا في إيمانهم، يعني من الخطأ أنه إحنا نقسم، أقسمكم من الخطأ، أقسمكم إلى قسمين مؤمن وغير مؤمن. من الخطأ ليش؟ لأن الثقة إذا كان الإيمان هو الثقة العملية فأكو واحد ثقته بمعدل معين، أكو واحد ثقته بمعدل آخر، أكو واحد ثقته ثقة كرديسية. فالكل مؤمنين لكن مستوى العمل في هاي الثقة يختلف من شخص إلى آخر. يعني تجيب مثلا في إنجيل مرقس يسوع في اليوم ماشي عند كفرناحوم، دخل كفرناحوم، جاء القائد المئة. قائد المئة سمع أنه يسوع يسوي معجزات. سمع، لاحظوا، سمع يعني إيش معناته؟ receive. سمع receive information. سمع. فجاء قال يسوع يطلب إليه، يقول يطلب إليه، ما راح يطلب منه. معناها هو مو بس على receive information وإنما إيش accept. تمام؟ يطلب إليه ويقول يا سيد غلامي مطروح في البيت مفلوجا متعذبا جدا. يعني تعالش في غلامي، أنا استمعت عنك وقبلت هذا الخبر صدقته. زين، بقينا في الحالة الثالثة. شو وقت هاي الثقة تصير على مستوى الأكت أو الأكشن؟ فليش قال له أوكي تطلب مني هسه انا حجي وايش فيه؟ قال له لا، انت ما تفوت لبيتي، انا ما انا مستحق تفوت ببيتي، انا انسان خاطئ، ما انا مستحق تفوت ببيتي، لست مستحقا ان تدخل تحت سقفي، لكن من مكانك قل كلمه فيبرأ غلامي. هون الثقه ما صارت ريسيف واكسبت، صارت أكشن، صارت فعل. هذا ترجم بصورة عملية الخبر اللي سمعه عن يسوع واللي قبله في قلبه، ترجمه ترجمة عملية ليسوع. قال ما أنا مستعد، من مكانك بإمكانك تقول كلمة فيبرأ غلامي. لاحظتم؟ فهون الإيمان صار على مستوى الأكشن. ولهذا آخر كلمة قال له يسوع، قال له اذهب وكما آمنت ليكن لك. هون آمنت إذا تمشون تشوفون باليوناني يتعني بيستيو. بيستيو يعني كما وثقت. trust in action. trust in action، كما وثقت بطريقة عملية ليحصل لك ما تريد. فالإيمان هو ثقة بطريقة عملية. هل نحن سؤال، هل نحن واثقون بالله، بصفات الله، بصلاح الله، بعدالة الله، بقوة الله، بمحبة الله، بطريقة عملية؟ عملية يعني مترجمة في حياتنا. هذا الإيمان هل هو مترجم بطريقة عملية، مترجم إلى واقع؟ ولهذا هذا مفهوم trust in action موجود في إنجيل يوحنا. هاي الكلمة بيستيرو هذا الفعل، يعني
كلمة تراست موجودة من الفعل بيستيو، الفعل اليوناني بيستيو، موجودة أكثر من 100 مرة كصيغة فعل وليس كاسم. ليش كصيغة فعل وليس اسم؟ ليش؟ لأن كل الثقة هي ثقة فعلية عملية، موجودة في إنجيل يوحنا أكثر من 100 مرة. أنا أريد أجيب مثل كلش واقعي، يمكن غالبيتكم قرأه في سفر حبقوق. استمعتم عن النبي حبقوق؟ في سفر حبقوق، سفر صغير جدا 3 صحاحات بس، موجود قبل صفينيا، قبل صفينيا وبعد ناحوم، سفر حبقوق على ولا تقرأه، جميل جدا 3 صحاحات. هلا حبقوق في اليوم شاف انه ظل يصلي وربنا ماكو اي استجابه، مثل ما احنا هسه ظل تنصلي للعراق، ما في 40 سنه ناس تصلي، ما في شيء، وين ربنا؟ زين، وين الاطفال اللي يصلون؟ الشيوخ اللي يصلون؟ الناس الابقياء اللي يصلون؟ الكهنه والكليروس كله يصلي 40 سنه؟ زين، احنا نريد نفهم سياسة الله، على الأقل مع شعبنا، نريد نفهم سياسة الله، نريد نفهم ايش يعمل، نريد نفهم ايش وقت يستجيب. زين، احنا صلينا، هو قال يسألوا طرق اطلبوا نجد يطلع ويفتح لكم. زين، احنا سألنا بحرارة بعمق، زين وين الاستجابة؟ أحيانا الرب ايش يعمل؟ الصلاة كي يستجيب له بثلاث طرق، إما نعم رأسا مكانه، أو لا ما استجيب، وتكون هاي الاستجابة أيضا لمصلحتنا من مناسبة. عندما يستجيب بلا نحن نصلي نطلب شيء ويقول لا، يستجيب بلا، أو أحيانا يكون الجواب انتظر. زين، احنا ما بدنا ننتظر لانه الشر صار كلش قوي، صار صارخ، الشيطان جن، تمام؟ شوفوك نشوف اشياء ما بق، يعني في لحظه تخلينا ننهار نفسيا، عيوننا بتشوف القبائح، بتشوف الشر على اصوله. يعني أنا أقدر أقول صوت الشر هسه وصل لقلب السماء، يستر من شيء يصيخ، يستر من الأفعال والشريرة والظلم اللي صار بحق الإنسان، بحق الأبرياء، الأطفال، الشيوخ، الكنائس، المساجد، الدنيا كلها، إيش يصير؟ فوضى. وكنريد نحلل، ما بقى نعرف اي ما هو الشرير، ما بقى نعرف العدو اي ما هو. هسا مدرسه من العراق ما تعرف منه العدو، ما زين اشو تنتهي؟ يمكن اللي كانوا هم السبب في الوضع ما بقى يسيطرون على الوضع. هذا الايمان المعاكس، يعني صار مجموعه اشياء. هالاشياء شفتوا له صدى في سفر حبقوق. هذا حبقوق نبي وكيشوف يعني الشر صار كلش قوي في أمته وأمة إسرائيل، وهك يصلي ما في شيء. أحيانا ربنا كشعر الإنسان بالتخلي، يقول خلي شوية يلتوي بنار التخلي والترك. هذا مفيد جدا، مفيد للقوام الروحي للإنسان. فما بقدر الإنسان على لسان حبه، ما بقدر مثل ما قلنا العراق تقينا ما تقلنا نحكي، فتحكي حبقوق 1-2. حتى متى يا رب أدعو وأنت لا تسمع؟
حتى متى؟ ادعو وانت لا تسمع، ظل اصلي وانت ما تسمع، ايش الفائده؟ حتى متى؟ ما تشمون ريحه عتاب بهالصلاه؟ تنبيه حبقوك بلسان البشريه توبخ ربنا. حتى متى انا اصلي وانت ما تسمع؟ كانه حبقوك نزل الله في عاد قلبك تعبق به. انا هلما نتحاجج، يقول الرب مرات ربك قاعد مقابله نتحاجج، يعني شنو تعبق به؟ يقول الرب مرات الانسان في صلاته من الضغط اللي عليه هو ينزل ربنا ويقعد يتحاجج. حتى متى يا رب ادعو وانت لا تسمع؟ وصدى هالنوع من الصلوات موجود بكثره في المزامير. المزامير أنين الإنسان، كل سرى قلبه شعير قلبه كله بيطيعه موجود بالمزامير. يا رب أمل أذنك إلي، أمل أذنك، الله ما عنده هذا، أمل أذنك، يعني أنا ما بقدركم صراخ، انزل أنت بس اسمعني، انزل أنا كصلي عندي وجع لازم تسمعه ولازم تعالجه وبسرعة، ما بتحمل الإنسان الرب. طبعا انتبهوا، حبقوك 1-2، كنت أتمنى كان يكون بروجيكتور بس أنا تفصيلك. فالرب يجاوب، انظروا بين الأمم، يقول له أنت انظروا، لاحظوا تجاوب حبقوك، بس هو تجاوب البشرية وتجاوبنا، تجاوبنا في حبقوك. حبقوك 1-5 بعد 1-2، انظروا بين الأمم، طلعوا على بين الأمم، وابصروا وتحيروا، قوا في حيرة، ابصروا وتحيروا، لأني عامل عملا في أيامكم لا تصدقون، لا تصدقون به إن أخبر به، يعني إذا قلتم أنا أجرح أعمل أنتم ولا تصدقون. انظروا بين الأمم وتحيروا حيرة، أنا راح أعمل في العمل أقول لكم ما تصدقوا، ولهذا ما أقول أفضل. حبقوك 1-5، ربنا عشق الإجابة. فحبقوك قال أوكي خلا طلع بين الأمم، طلع أشاف هذاك الوقت دوما دغبل إسرائيل منكو البابليين العراقيين جماعة داعش بذاك الوقت كان موجود، ما روح الداعشية كان موجود، كان موجود على كل أسد نصف الروح الداعشية. فمطلع شاف البابليين إمبراطورية متوحشة طاغية، فكت أسنانها تلتهم بالإسرائيل. فطبعا حبقوك ينظر بعين النبوة بين الأمم وكيشوف، بس الناس ما تشوف. فحبقوك رأسا عرف أنه ربنا راح يقدم بني إسرائيل بأمة وثنية. زين أنت، أنا ريحتني من جهة، من جهة أنه راح تعمل عمل، لأن هاي فترة كصلي وما عملت كل شيء، كان كنت سيكت، هذا سكون جنني. بس هسا ما أقول راح تعمل عمل من هالجهة، أنا ربحته، راح تشتغل. بس إيش شو هالعمل؟ شلون أفهم هالعمل اللي بتعمله أنت؟ لما إحنا هسا بنحاول نفهم الله إيش يعمل. دخلنا حرب إيران، ودخلنا الحصار، ودخلنا الكويت، ودخلنا الإرهاب، ودخلنا إيش يصير؟ إحنا كنا نعرف ربنا يشتغل، بس وين يشتغل؟ إيش يصير؟ إيش السالفة؟ نقرأ التاريخ القريب ما بنفهم إيش يصير. يعني واحد نبي مثل حبقوك ما بيفهم. هو كيف ربنا هيئ هالأمة الوثنية حتى يقدم فيها شعبه؟ لأي شعب انحرف. زين أوكي، بس كرجع كله، عيناك أطهر من أن تنظر الشر، ولا تستطيع النظر إلى الظلم،
فلما تنظر إلى الناهبين، ناهبين قبل حواسه مش تطلع عليهم، وتصمت حين يبلع الشرير من هو أبر منه؟ ها؟ أنت ليش تسكت عندما تشوف هالبابليين الطغاة والأشرار كم جايين تبتلعون شعبك ابتلاء وابتلعوا كل الأمم اللي حولهم؟ كنت سكت وتجي تقدم نبيين؟ أنا عرفته هو هذا عمل تعمله، بس عيناك أطهر من أن تنظر إلى الشر. أنت إله الخير، شو أنت على الشكل؟ من يقول لي وين أكو صدى هالموضوع في مكان آخر؟ أيوب. في أيوب عفوا. أيوب إيش قال له أيوب؟ زي صدى في مكان آخر خلينا نقول ما عدا أيوب. طبعا أيوب موجود كثير مع إبراهيم لما قال له راحدين سالوه مع عبورة، بعدين جاء إبراهيم توسط 40 و50 وما شاف، ما شاف حتى 10. ها إبراهيم قال له سؤال، قال له أديان كل الأرض لا يصنع عدلا، معقولي أنت تعمل الشكل في الناس؟ قال له لا إبراهيم ما عمل الشكل. ها جوا شوف لي إذا أكو ناس ملاح بيناتك أنا ما أهلك المدينة. طبعا من إبراهيم حتى ربنا تستشيره ما له أي كلمة، بس هو لي مثل على الشفاعة، مثل لأنه ربنا تقنعك في عدالته، يريد يقنع الإنسان في عدالته. شوفوا محبة ربنا مهم، فحقوق يريد تفهم حكم الله كيف الله يريد يأدب شعب إسرائيل بأمة مثل هذول الناهلين. فلما تنظر إلى الناهلين زين أدبنا بلا هذول، لا يستطيع أن يفهم لماذا يترك الله الشعب الشرير ينتصر على شعب الله. زين أنت تجيبهم ينتصرون علينا، ليش 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 كتعمل الشكل؟ ما كيفهم ليش يفهم سياسة الله بس ما كيفهم. مما أزاد حيرة حقوق هو أن الله اللي كله خير وكله محبة كيوصف هذه الأمة. يعني حقوق عباله الله يكون متوهم في هذه الأمة، يعني بدل ما يجي لشعب إسرائيل شعب الله الهي تلغى أحلى شعب كله شعب. الله قال لا تعرفهم هم شعب أمة مرة قاحمة هائلة مخوفة خيلها أسرع من النمور وأحد من ذياب المساء، فرسانها الخيل ممكن هون الشباب الدبابات وما الدبابات، فرسانها من بعيد يأتون كالنسر المسرع إلى الأكل، طائرات يأتون كلهم للظلم، يأتون كلهم للظلم، تسخر من الملوك والرؤساء ضحك لها وتضحك على كل حصن، مهما كانت دفاعات الشعوب الأخرى هي تضحك لأن أمك مش قوية متوحشة. زي معقولي أنت يا رب أنت اللي توصف هالشكل الأمة البابلية؟ فيقول في حبقوق 3:16 سمعت، يعني ربك يحكي على الأمة البابلية، سمعت فارتعدت أحشائي من الصوت رجفت شفتاي، دخل النخر في عظامي وارتعدت في مكاني. مو هي نفس المشاعر اللي تنتابكم عندما تشوفون الإعدامات مال داعش ومال داعش هذولي الفيديوهات وما تقتلونها الأبرياء؟ ما كيصير شيء عبالك صلبة كهربائية توقف قلبك عن النبض، توقف عقلك عن التفكير؟ كيف إنسان 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 ربنا خلقه على صورته ومثاله بهالرخص حيوان ما يعمل هذا الشيء؟ حيوان مع حيوان ما يعمل شيء، وحش ما يعمل شيء. فيقول ارتعدت زين، وقف حقوق على هالموضوع، حقوق 3:16 وقفت هالموضوع؟ أبدا. حقوق نبي ومؤمن
بس صار يعاني من الخوف، من القلق، من إيش؟ من مجهولية المصير والمستقبل. مثلنا إحنا هسه تقول لو فات داعش لا أربيل وذبحوا المسيحيين واحد بعد واحد وغير المسيحيين، زين بعدين المستقبل شنو؟ مو كلتنا كنت نسأل شنو المستقبل؟ من هاي كان يخاف كان زين جو فاتوا هذول زين فاتوا والمستقبل بعدين وين راح نوصل احنا؟ هل هو تأديب وتطلعون؟ وإلا راح ننتهي ونفنى من الهلاك من الشر. في هاللحظات اللي يركع فيها الإنسان أمام الضعف البشري تزداد تحمة ربنا وتبدي تكشف له حقائق للناس المؤمنين هاي. حقوق هذا المؤمن الواثق بقدرة الله في نفس الإصحاح في نفس العدد اللي يقول ارتعدت أحشائي، رجفت شفتاي، دخل النخل في عظامي، ارتعدت في مكاني، يقول أستريح في يوم الضيق عند صعود الشعب الذي سيعتدي علينا. أستريح في يوم الضيق عند صعود الشعب الذي سيعتدي علينا. المستقبل يبدو مظلما، ولكن بالنهاية المؤمن كيشوف الخير في كل الأشياء. لاحظوا أشقال حقوق في 3:17 جواب النهائي مالته. مع أنه لا يزهر التين تينائي ما تجيب ثمر ولا يكون حمل للثمار في الكروم، ولو حمل الزيتون ثمرا أو لم يثمر ولا أعطت الحقول طعاما وينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقر في المذاود، فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. لاحظتم؟ الرب السيد قوتي. الرب السيد في لحظات اليأس، الرب السيد قوتي، يجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. أشي مرتفعات؟ الصعوبات، جبال الصعوبات. يمشيني كالأيل على مرتفعاتي. كل واحد فينا هاي ممكن يفهمها بشكل عام على شعب، وممكن يفهمها بشكل شخصي على نفسه. كل واحد فينا كل بابل اللي بتأذيه، المتوحشة مقابله، اللي بتخوفه، اللي بتشيل تفكيره، تمام؟ كل واحد فينا. ممكن هذا الواحد يكون شخص، ممكن يكون مرض، ممكن يكون مستقبل مجهول، ممكن يكون فقر، ممكن يكون أي شيء لشخص، ممكن يكون اضطهاد بشكل عام على كنيسة. لحظة، إيش يقول؟ إذا الزيتون عطى ثمر أو ما عطى ثمر، إذا الحقول عطى الطعام، إذا ماكو غنم، إذا ماكو بقر، إني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. لاحظوا، هذول اللي كانوا يفرحون بالرب مو فرحانين بالرب لأنه كان عطاهم بشغلات، لا، هم يكونوا فرحانين بالرب في كل الأحوال. لما بولس الرسول في تسالونيكي 4:4 يقول افرحوا في الرب ايش؟ كل حين. يعني ايش يقصد كل حين؟ يعني وقت المرض، وقت الصحة، وقت الفقر، وقت المشكلة، وقت الدنيا ربيع والكون بديع. في كل الأحوال افرحوا بالرب وافرحوا بإله خلاص. الرب السيد، الرب السيد قوتي. تعرفون ليش؟ هسه قعدت محاضرات عن العهد القديم، سفر التكوين. ففي سفر التكوين إصحاح اثنين عدد 4 تقريبا، 4:5-4. مهم،
للمرة الأولى طبعاً نحن نعرف كلمة الله باللغة العبرية معناها إيش؟ معناها إلهي، إلهي. وإلهيم باللغة العبرية تجي تكوين واحد بمعنى الله الخالق، الله الخالق القادر. بتكوين اثنين أربعة يستخدم تعبير، طبعاً إلهيم معناها الله. تكوين اثنين للمرة الأولى، للمرة الأولى في العهد القديم يستعمل تعبير أدوناي، أدوناي بمعنى الرب الإله. أشوف بين كلمة الرب والإله، الله إلهيم، أدوناي يعني الرب، بالإنجليزي لورد. زين، شو معناها أدوناي؟ أدوناي معناها الإله الضابط المسيطر. ليش؟ لأن الله بعد ما خلق الخليقة كان إلهيم خلق، بعد ما خلص باليوم السابع استراح، انتهى من عملية الخلق وبدأ بعملية أخرى. طبعا استراح مو احنا، لا، انتهى من عملية الخلق، ما بقى أنواع وأجناس جديدة تخلقها. الخاتمة كانت الإنسان، استراح في اليوم السابع، بس بعد اليوم السابع تبدأ عملية إيش؟ حفظ الخلق، حفظ الخلق والسيطرة على الخلق وضبط الخليقة، ضبط الخليقة. تبعتم؟ فهون استخدم كلمة الرب. لاحظوا هون إيش يقول؟ الرب السيد هوتي. هذا الإله اللي هو أدوناي، اللي هو ضابط لكل شيء، المسيطر على كل شيء، ولي ما نحتاج خلق، ولكن نحتاج الرب، الرب اللي يضبط التاريخ. هذا التاريخ احنا كنشوفه بحاضره ويمكن شوية بماضيه، بس ربنا كنشوفه بعمق ماضيه بأسرار حاضره، وأصلا ما المستقبل، يعني المستقبل عند الرب هو حاضر. المستقبل بس احنا عندنا مستقبل، يعني ما نشوف، ما نشوف غدا وبعد غدا شيء، تمام؟ بس ربنا عنده كل الأشياء حاضرة قدامه، هو مسيطر عليها، هو ضابط لها. تاريخ بالإضطهادات العشرة الرومانية، بداية تأسيس الكنيسة بالقرن الأول الميلادي، من بشاعة الإضطهاد على الكنيسة، كثير من المسيحيين ارتفع إيمانهم وتصوروا أنه تحت المسيحية. إذا كان يقعد الإمبراطور كل يوم على سطح القصر مالته، ويعلق المسيحيين على أعواد في روما ويطلين بالزيت ويومين يعلقهم وضوي روما من المسيحيين، ويقعد يطلع قد حلو روما. طبعا المسيحيين يشتغلون يوميا على الموضوع. هاي كانت الإضطهادات بشاعة ما بعد. فقال المسيحية تنتهي 313 صار مرسوم ميلاد، جاء قسطنطين، المسيحية صارت الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية من شرق إلى غرب. بمعنى كان أكو إله ضابط لأحداث التاريخ، إله بإمكانه يمسك الشر والأشرار ويقودهم ويحولهم إلى خير. يوسف إيش قال؟ يوسف الصديق إيش قال لأخوته؟ قال لهم أنتم قصدتم بي شرا والرب قصد خيرا. شر مالتكم ربنا ببساطة مسكوا حولوا إلى جهة أخرى صار خير. أنتم زديتمني بير، مثل هسا إحنا واقعين بير العراقيين ما بنعرف شنو الحل، ها ولا طلع يوسف من البير صار إيش؟ صار أعلى سلطة في مصر، صار هو يتحكم في المخازن والدنيا كلها. فإحنا ما نعرف نقرا التاريخ، إحنا ثقتنا شوية في ربنا هم اهتزت، تمام؟
لما بحاجة إلى ثقة حقيقية عملية. ثقة بحاجة إلى أنه نفرح بربنا. إذا كان ربنا معنا فمن علينا نفرح بربنا، مو في الوقت الجميل جدا أو في الوقت الربيعي، وإنما في الأوقات الصعبة. كشيء عملي واحد يقول لي هنا يعني بس هي الفرح والهاي نفرح ربنا وهاي، لا، كشيء عملي ربنا يعني حبكه استخدم طريقة جميلة جدا خليته بالنهاية أو قادته إلى الإيمان بشخص الله وبحضوره. لاحظوا لما تقول حضوره يعني أكو ثقة. بالبداية حكينا الثقة معناها الإكزيستنس، الحضور، أشعر بحضور الله بوجوده. زين، وتصديق كل وعود وكلامه. في الإصحاح الثالث مال حبقوك الآيات من 3 إلى 15، حبقوك علش بقحتي؟ بقحتي عن تاريخ العهد القديم مع ربنا، وكيف ربنا طلع شعب مصر من العبودية، شعب إسرائيلي من العبودية، وعبرهم البحر الأحمر، وبعدين حكى على سقوط جولياد اللي تحدى شعب الله بواسطة داود. يعني قام يسترجع التاريخ المقدس، التاريخ المقدس قام يسترجع كله في فكره حتى يقع بالخوف وباليأس. ما يعملوها بحياتكم؟ شو نعملوا بحياتكم؟ دائما من تقع مشكلة ولقد دقيقة أنا ربنا في فلان وقت في فلان وقت وقف معي، أنا ربنا عمل كذا وكذا وكذا. أحيانا من كحكي مع ناس قلت إيه أبونا أنا ما أعرف شلون جيتوا لنيوزلندا، شلون ربنا خلصني من هون ناداك الجحيم وجابني. أبونا في فلان موقف يعني شعرت بوجود ربنا، يعني ما هو غيره ينقذني من هالمشكلة. من تتذكرون بصمات الله في تاريخكم المقدس، تاريخكم الإيماني، هذا الشيء راح يعزز الثقة عندكم بالله نفسه، لأنه ربنا تتركك إلى اللحظات الأخيرة يدي عندما ما تقدر يدي هو يتدخل ويقود الأشياء والمواقف بطريقة تشعر أنه ربنا كان موجود. شوفوا الابن الصغير اللي أبوه يمسك وشك ويحضنه ويلعب معه، هذا ما كيفكر أبدا ولا يشك في لحظة إنه أبوه راح يتعب، يدين أبوه راح يتعبون وهو راح يقف من فوق من جوا، تمام؟ أبدا ولا لحظة. من تكون في أحضان أبوك لا تخاف، يعني لا تسأل أبوك وأنت بأحضانه، وأنت بأحضان، لا تسأله أنت شقد راح تقدر تحملني، ها؟ زين إذا تعبت إيديك أنت راح توقعني؟ إحنا هالأسئلة صلواتنا كلها مسألة. الثقة العملية تستلزم حياة تسليم كاملة. ربنا حياتي كلها بين يديك، أنا كلها سواء كان بيها ثمر زيتون وما كان بيها ثمر زيتون، سواء بقى غنم في الحظيرة ما بقى غنم، تبتهج روحي بالله مخلص على طريقة العلم. السيد الرب قوتي، السيد الرب قوتي. فالآن يتذكر حبقوق أعمال الله معه في القديم. هل بصمات لوجود الله معنا في حياتنا بالحقيقة تكون مثل مشاعل في العتامين؟ هسا احنا عايشين بعتامين. ما تمر عليكم العتمة في أحيان كثيرة؟ عتامين تخلص، العتمة تمر عليكم، على أي إنسان تمر، شعور بالخوف والقلق واليأس تمر على أي إنسان. من تتذكر أعمال الله معك في الموقف الفلاني و هاي تكون مثل مشاعل
ما تخليك تقع في يأس، خليك تثبت في محبة الله. ليش تعرفوا ليش؟ ليش حبقوك؟ هل من ال يعني كشيء ما له معنى قام يتذكر التاريخ المقدس لله؟ تعرفوا ليش واحد من تجيله مشكلة اليوم لازم يتذكر ليش ربنا كان يتدخل معه في حياته سابقا؟ تعرفوا ليش؟ لأن ربنا هو أمس واليوم وإلى الأبد. إذا كان يشتغل سابقا معك اليوم يشتغل معك وبعدين راح يشتغل معك. ربنا هو أمس واليوم وإلى الأبد. هاي موجودة في عبرانيين 13:8. هو أمس واليوم وإلى الأبد. ربنا اللي عمل مع أجدادنا في ظروف صعبة جدا قاهرة جدا وعمل معنا راح يعمل مع أولادنا. فهو يبقى أمين، يبقى أمينا في 2 تيموثاوس يقول يبقى أمينا لن يقدر أن ينكر نفسه. ربنا أمين حتى لو إحنا ثقتنا اهتزت في الرب، ربنا من جانبه يبقى أمين معنا ما يقدر ينكر نفسه. عندي مثل في حادثة مزمور 13 نفس الشيء مثل حبقوق. أي يتكلم هو إلى متى يا رب حتى تنساني كل النسيان، إلى متى تحجب وجهك، إلى متى أجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم، إلى متى يرتفع عدوي علي. أنظر واستجب لي يا ربي، أنذر عيني لئلا أنام نوم الموت، لئلا يقوى علي العدو. قد قويت عليه لئلا يهتف مضايقي بأني تزعزعت، أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك، أغني للرب بأنه أحسن إليك. يبتهج قلبي بخلاصك. لاحظ يبتهج نفس الكلمات، نفس كلمات يبتهج قلبي بخلاصك. بس هو في نفس الوقت يقول له حتى متى تنساني؟ تريد إجابة؟ شو وقت راح تفتقدني؟ شو وقت راح تزورني تحلي مشكلتي؟ ها؟ بس مع هذا يبتهج قلبي بخلاصك. عندنا في معجزة من المعجزات يسوع كان ماشيا يقول في المساء لنجتاز إلى العبر. قالوا له يسوع قال لنجتاز إلى العبر، خلونا نعبر إلى العبر. لما نحكي عن السفينة اللي كانوا فيها في إنجيل مرقس أعتقد كانوا موجودين في السفينة وفجأة صار عاصفة نوء ريح فيقول كانوا في المساء. في مرقس 4:35 وقال لهم في ذلك اليوم لما كان المساء. تبهو كل شيء ذكر تجي تكلمي إلى قيمتها. يعني هل كان أكو داعي كان مساء هوني؟ خلي كل الصبح والظهر المهم أنت عليك بالمعجزة. ليش كل كان مساء؟ ليش؟ لأن كل واحد فينا أحياناً يجي له مساء، يجي له ليل يخيم على قلبه. تمام؟ لما كان المساء هالمساء صار يسوع قال لهم لنجتاز إلى العصر، خلينا نعبر. فصرفوا الجنب وأخذوا كما كان في السفينة. حدث نوء ريح فكانت الأمواج تضرب إلى السفينة حتى صارت تمتلئ، وكان هو في المؤخرة نائما على وساله. فايقظوه وقالوا يا معلم اما يهمك اننا نهلك؟ ها
هاي عبارة مزدوجة المعنى. أولا عبارة تحمل معنى التوبيخ، أمالي همك إلا لنالك. طبعا بالمناسبة هي عبارة كل الأجيال، مي فقط عبارة الرسل، هي عبارتنا قد ما يخيم ليل العالم، ليل المشكلة على قلبنا على عقلنا. تمام يا رب كله نصلي، أما يهمك أني أغرق، أما يهمك ما يعني أنت تنيم في السفينة ولا مواجه تضرب السفينة راح نغرق، أما يهمك في نفس الوقت تضرب بي لمسة من لمسات يسوع هو المخلص. ليش؟ لأنه هم بالسفينة يعرفون يسوع ما له أي قيمة، حاشاه ما له أي قيمة بخلاصهم، ما يروحوا لعند يقولوا له ما يهمك أنا ما أخلص، يعرفون إنه يسوع هو وسيلة الخلاص الوحيدة. تبهتم؟ أيا أما يهمك إننا نحن. طبعا أحيانا الشيطان ولا هاي الفكر الشرقي يقبلها، الفكر الغربي ما يقبلها، ما يقبل إن الشيطان يدخل في الإنسان ويخليه يغلط، ولا يقبل إن الشيطان ممكن يدخل في الطبيعة ويحرك الطبيعة ويخلي عداوة بين الطبيعة والإنسان. تمام؟ تبوا وين صارت العداوة بين بين الطبيعة والإنسان؟ وين صارت؟ ملعونة الأرض بسبب تقل هذا، شوكا وحسكا تنبت لك، شوكا وحسكا. فإبليس أحيانا من يدخل في الطبيعة يريد يقهر الإنسان. لاحظوا يسوع قام سكن التبريح، قال البحر قام يسوع. أول عمل عمله يسوع أشكان، طبعا منين نعرف الشيطان هو اللي هيج البحر؟ قام يقول وانتهى الريح، انتهى الريح. كلمة انتهى تذكرنا بطرس الرسول، وقال له حاشاك يا رب، يسوع كان يحكي عن آلامه وموته قيامته، فقال له حاشاك، فقل انتهره وقال له اذهب عني يا شيطان انت معثرت لي. فهون يقول انتهى الريح. هو يسوع كان بامكانه يطلع السماء انتهت، تمام، بحركه عيونه من الموضوع، لكن يقول انتهر وقال البحر اسكت ابكم، وكانه يحكي مع بيس. فسكنت الريح وصار هدوء عظيم، وقال لهم ما بالكم خائفين، كيف لا إيمان لكم. من يترجم لي كلمة إيمان هوني باللغة اليونانية؟ بيستيو، الثقة العملية. كيف ليس لكم ثقة عملية بوجودي بحضوري؟ شوف بحضور يسوع، وقلنا الثقة العملية تستلزم وقائع، يعني التأكيد أو التيقن من وقائع أو شعوب الإكزيستنس مع يسوع، مع حضوره معنا في حياتنا، في السفينة كنيسة العراق في اعتقادكم، ما هي بحاجة؟ أسأل رفع صلاة أقول له يا معلم أما يهمك إلا لنهلك؟ خلي قوم وقلنا ما بالكم خايفين يا قليلي، بس خلي تسكن الريح. لأنه إذا ما قيمنا المعلم نتوقع تغرق السفينة، نتوقع تغرق السفينة، إن شاء الله ما تغرق، لأن يسوع موجود. إحنا يسوع ماكو داعي نطلب حضوره في حياتنا أو في الكنيسة، ماكو داعي، لأن هو موجود أصلا في الكنيسة. قال ها أنا معكم كل الأيام حتى القضاء الكامل، وقال ها أنا معكم. فما يكون الداعي أن أنت تطلب حضوره في الكنيسة، بس عليك أن يكون لك ثقة عملية أن يسوع عامل في حياتك، أن يسوع قادر على كل شيء. ترى كل ما في العالم اليوم يضرب إيمانك بالكنيسة والمسيح، كل ما في العالم
لازم تكون مفتح، لازم تكون واعي. قل له يا رب زد إيماني، زد ثقتي بك، علمني كيف أتذكرك، كيف أفرح بك في لحظات الضيق. علمني أنه لا أنحني للضيق، علمني أنه أعيش بضيقات كثيرة ينبغي أن تدخل ملكوت السماوات، أعيش هذه الحقيقة بفرح حقيقي. علمني كيف أخلي إيدي بيدك وأعتمد على قوتك اللامحدودة في ضبط الشر والأشرار. من هون نقول أنه الإيمان هو الثقة. ولهذا في نفس الإصحاح مال حبقوك، تبقوا في نفس الإصحاح مال حبقوك، حبقوك ثلاث إصحاحات، وجدت عبارة موجودة في نفس الإصحاح مال عبرانيين 11، أشني؟ أما البار فبالإيمان يحيا. إذا ترجم الإيمان بالثقة العملية، fast in action، بالثقة العملية يحيا، يعيش. هذا هو البار. أيضا إبراهيم يقول سبب اللي إيمانه صار بار. نعم. لما يقدم ابنه إسحاق. في نفس الإصحاح 11، إبراهيم 11، بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق. بالإيمان، بالثقة العملية. ليش؟ لأنه قال له نسلك فحيكون مثل نجوم السماء. زي نسلك مثل نجوم السماء. بعدين يقول لي خذ ابنك وحيدك الذي تحبه واصعده على جنب. زين وين راح يكون نسلي؟ مو هذا إذا موعده أنا تخلصت منه انتهى، انقضى على نسلي. فثقة الحقيقية، الثقة العملية في كلام الله هي التي تعزي الإنسان في الظروف الصعبة. رجال خلينا ثقة بالمسيح، ثقة بأنه هو أقوى من كل قوى الشر في العالم، وهو ضابط الأشياء. ممكن يمشون الناس أبقياء، لكن راح تشوفون بالنهاية الخير هو راح ينتصر. شكرا. أنت كنت في وقت الشرح عن حبقوق من قل وهرو بين الأمم. حبقوق كيف تفهم شنو الموضوع؟ فاهم ما فهمت شيء، بس كان ثقة إنه ربنا هو قوته، هو فرح. ماشي، كثير من الأمور بالإيمان لا تفهم. انت بساعة اسروح قولي اليوم ولد مسيحي مسكوا فلان تطفوا قتلوا، شو ممكن افهمها؟ شو هاي مو غيبيات، شو ممكن افهمها؟ كثير اشياء لا تفهم لها. منو تفهم هسه وضع هالبلد الجريح؟ منو يفهم؟ بعدين اقول لك حقيقة احنا تعودنا عليها مشكلة هون بنيوزلندا، لان عشنا بمجتمع معرفي. بس اريد هسه نرجع كلتنا نقعد في مكان امن في عنكاوة، هسه كلتنا راح نسافر عنكاوة. وقعدنا في 5 سنين نفس الاسئلة اللي نسألها اليوم هون ما راح نسألها هونيك، لان هونيك مجتمع غير معرفي، مو اقصد جاهل، وانما مستوى الحب في فهم الله أكثر من مستوى الفهم في معرفة الله. يعني بالعراق شخصيتنا الدينية تكونت على قاعدة تحب ثم تفهم، وليس افهم ثم تحب. عبادتنا عبادة عاطفية جدا، مش بقى بالحب. كنا نروح للقداس، نحب القداس، الجمعة العظيمة، بس كم واحد
يعرف 20 آية بالكتاب المقدس. يمكن الآلاف من المسيحيين ما يعرفون 20 آية. الآلاف من المسيحيين 99% و19 من الكتاب المقدس ما يعرفون تفسيره. الآلاف. بس الإيمان ينتقل من جيل إلى جيل، مو بالفهم ولا بالمعرفة، بالحب. حب محبة المسيح. احنا هاي مشكلتنا، مشكلتنا نريد نفهم، فهذا عقلنا تكبر يومين بالمعلومات، وقلبنا كيصغر أو كبرة بالمحبة. ولذلك شوف نفهم كل شيء، بس ما عندنا لا كنيسة ولا إيمان. نفهم كل شيء. فالمعرفة وسيلتها أو بوابتها هي الحب، وليست هي البوابة لكي نفهم. كثير من الآباء القديسين نسألك يرحمهم، يعني اللي عاشوا المقام الثاني والثالث القديسين، هذول اللي كتبوا لنا أمهات الكتب باللاهوت، إيش كان مستوى التعليم عندهم؟ أنت قل لي هسه تجيب معرفة، أنت قل لي بأي مجامعة لاهوت تخرج، ما رسالة في أي مجامعة لاهوت تخرج، كم مكتبة كان له الشخص حتى يتعلم الكتاب المقدس ويحفظ؟ ما كان عند الناس، ماكو كتاب مقدس، ماكو مقابر، ماكو شيء. شلون انتقل؟ شلون كانوا يكتبون أشياء في العمق؟ في اليوم إذا تجيب ناس تخرجوا من جامعات ما يقدروا يكتبون مثله. لحد اليوم نحن أشنا لاهوتنا الشرقي، إحنا لما قاعدين نكتب شيء كلش رائع جدا، كنا نرجع لواحد كتب القرن الخامس كنت ترجم له. لاحظ يعني هذا شلل عقلي. حتى الأجانب يعني مو بس إحنا، يعني لاهوت اللي طلع من الفكر الكلداني السرياني الآشوري، هذا اللاهوت بكل آباء هالكنائس. ها اليوم اللاهوتيين الغربيين يتكلمون على أي مخطوطة مكتوبة بالقرن الخامس السابع ثامن، حتى ينقحونه ويسوون دراسات وبحث عليه وطلع بحث ما هو موجود في العالم مثله. رجعة إلى القديم. زين شلون هذوك؟ أنت قل لي شلون هذوك افتهم؟ بأي طريقة افتهم؟ بكثرة الكتب والقراءة؟ أصلا ما بكتب، من تكتب؟ كانوا يسخون ناس بريد. شلون انتقلت المسيحية من عائلة إلى عائلة، من جيل إلى جيل؟ شلون؟ بالكتب، بالمعرفة؟ بس هذول كانوا نخبة، ولا مرة أفرام ولا رسا، هذول النخبة، هذول كان عندهم معرفة، باقي الناس ما كان عندهم معرفة. النخبة هي عشرة. يعني هذول ما كانوا يحتاجون جامعة، هم أسسوا جامعة. هذول نخبة مو بالمعرفة، هذول نخبة بالقدوة. بهالطريقة انتقلت المسيحية، القدوة الحسنة. احنا بس جايين بيت على مارفون، يقول له حوروا طوب وهو يدبر أفرن كلهون حازوي، يعني صرت مثل صالح لكل الناظرين. واحد كتب 3 مليون بيت شعر لاهوتي، 3 مليون، ها من يريد يموت يقول ادفنوني بين وصيتي، ادفنوني في مقبرة الغرباء بين المساكين والفقراء. 3 مليون يقولوا، قالوا لو ضاع الكتاب المقدس لأمكننا أن نجمعه، لو ضاع لأمكننا أن نجمعه من مؤلفات مارفان. القدوة الحسنة. في بداية انتشار المسيحية كان أبو ديانة، ما تخطر على بالي هسه، منافسة جدا للمسيحية، التزموها الضباط الرومان وقادة الجيش، منافسة جدا وانتشرت كثير. يقول أحد المؤرخين، يقول أن السبب الحقيقي وراء انتصار المسيحية
على هذه الديانة هو وجود النماذج الحقيقية لمن يطبق تعاليم المسيح بصورة دقيقة، نماذج ناس يطبقون ما قال المسيح بطريقة حرفية. السبب الحقيقي وراء انتشار وانتصار المسيحية كان أخو قدوة، كان أكو ناس صاروا هم المسيح. المسيح فرخ الملايين، قاموا ينتجون يعني كل واحد صار مسيحي، وصارت الحياة الروحية عندهم مقياس. هذا اللي نشر المسيحية، مو الكتب والمعرفة. هسه بسألك سؤال، المكتبات العالمية وحدة أوروبا المسيحية معبى كتب تقرأ عم كله ما يخلص، بس روح شوف المسيحية صارت تمام. بهدلت المسيحية. هذاك اليوم كحكي مع واحد من الشباب، قلت له يعني نحن تروح تموت وتتجون انت بدير وقت مع المسيح وعلى كنيسته. يعني مو المعرفة هي الحقيقة، هي البوابة للدخول للمسيحية. المسيح يقول اختار، انتبه، اختار جهال العالم ليخزي بهم الحكماء. ايش كان بطرس؟ الله يخليك، انا اي مجال ما يعرف غير يجيب السمك ويودي السمك. بس كانوا مقالين بروح القدس. ايوه، ما حديث الفلسطيني يقول اؤمن اعمل. ف يعني الايمان هو قبل المعرفه، اذا صار المعرفه قبل الايمان ما راح نقدر يعني نكشف سر اسرار الله او نقول شيري الله من عندنا، لكن اذا ايمان راح نتعرف على شيري الله من عندنا. وهذا سيبدو حدينا أن المسلمين المتطرفين هم مؤمنين قبل ما يعرفوا. لا لا لا، عنده فرق كثير. يعني أنت تؤمن بشيء ما تعرفه، لا لا، يطلع إسلام مثلا، ما يطلع مسيحي. لا نعم، يختلف تماما. يعني أول شيء المسيحية تعاليمها تختلف تماما عن تعاليم هذيك الصفحة الأخرى. أنا ما قلنا يعني ما بين ندخل أشياء أخرى، بس أكو اختلاف تماما. هم ليسوا نقدر نقول ليس المسلمين، لأنه ما يمكن أي ديانة أو أي إنسان ما يقبل هذا الشيء، هذا التصرف اللي يسوونه. ولله الإسلام مو ماله، مو ده. إيه يعني ما تقدر. قصدي يعني بغض النظر عن الإسلام أي ديانة، حتى الهندوس البوذية، أنت إذا تؤمن بعدين تعرف يعني أكو راح يصير فتقال، يعني لو توصل إلى شيء صحيح إما يكون إيجابي أو سلبي، صدفة تصير. لا لا، أنا مو هي الصدفة، لا شلون يصير؟ لا يعني أنت لما آمن إبراهيم في الله، لما هو من البداية كان يعرف الله، لو الله دعانه أو راح قال خذ زوجتك وأولادك وعشيرتك وانتقل إلى الأرض اللي أنطيك، فسمع كلام الله، ثق بالله، صار له ثقة بالله وشايف وراح. وبعدين اتعرف على الله وقوته وقدرته، لانه صدق الشيء ده يسويني ده يكمله الله له. زين ابونا ابراهيم واحد من اور طلع، باقي الناس اللي كانوا بور هذول شنو ذنبهم؟ مو قضيه زي ما ذنبهم، لا اختار مثل، يعني احنا نختار قصص نقول نؤمن بهالقصص. لان ابراهيم امن، زين باقي الناس اللي هم وين يجيبون معرفه؟ لا لا، رساله الله، ما كل الناس يختارهم انبياء، ما كل الناس يختار. هذا قصد انا احكي عن العام، ما احكي عن الناس النخبه. لما احنا بدنا نحكي بدنا نجيب النخبه على مود ان نفهم شنو هو يعني الله شلون يتعامل مع الانسان، يعني بهذا الشكل، يعني مو بانه الله ما يريد ان نتعرف عليه، لا مو هذا القصد، ولا انت لانه مو ولا قصد بانه كل الناس هذول النخبه اللي تكلمنا عنه بأنهم كلهم يعرفون بالمستقبل إيش راح يصير، ولا واحد منهم ما كان يعرف بالمستقبل، بس هم ثقوا بالله. هذه هي النقطة المهمة، يعني لأنه ولا واحد لا من الرسل ولا من حتى الأنبياء ما كان
يعرفون شكو راح يصير بالمستقبل، الا الله انطاهم الوحي حتى يتعرفوا ويقولوا الكلمات الغلط. فالله اللي انطاهم مو هم اللي اكتشفوا. يعني شوف انت اقول سبع شهور مثلا وهو فيلسوف، شو وقت بدت علاقته مع الله؟ بالايمان. اولا ظهور الله ظهر له قالوا تشاو تشاو، صعب عليك ان تفرق ان تنفس وناقص، من انت؟ انا يشع ناصر الذي انت تضطهده. ايمان الله لمس قلبه. هو في لحظه الله لمس قلبه كان شاول يحمل كل المعرفه عن الله، ما كان في كل شيء. قال روح للمدينه راح تشوف شخص اسمه حنانيا يعمدك، وبعد الاعمال بعد بقى كم يوم، بعدين انطلق لمكان اسمه العربيه بقى 3 سنين، وبعدين راح لأورشليم التقى مع بطرس والرسل. بدت عيونه تتفتح على إيمان. المعرفة جد ما بعد إيمان. أولا حقيقة هي هسه المجتمع أو غير المنسبة العرقية باللغات هي معرفة وإيمان. يعني أولا هو الإيمان، والإيمان يعطي معرفة لتقوية الإيمان، والإيمان يعطي قوة للمعرفة. أتصور يعني الإيمان والمعرفة مترابطة ويسيران سوية لتقوية هذا الإيمان والثقة المرجوة بالله. لأن إحنا نريد نوصل له واللي وصلوه أبعنا. بس أنا أشكر أبونا فادي على المحاضرة، بس أنا أريد أضيف الحقيقة هي موضوع الثقة، أن نقطة محتة هي لا تخافوا. يعني الإيمان هو لا تخافوا، إن خفنا فقدنا الإيمان. يعني المعرف من قراءاتي لاحظت هو من إنجيل، كلمة لا تخافوا موجودة بالإنجيل عهد القديم والجديد 366 حتى يوم الليب يير، هاي السنة الكبيسة والبسيطة موجودة. يعني أنا ما أعرف 366 مرة لا تخاف يوميا ربك قلت لا تخاف بالضبط. يعني لاحظ لا، لو نجي نرجع إلى الإنجيل، يعني إجا بطرس من قال له رب موجود بالسفينة ونزع قميصه ومشى على المي، من خاف بدأ. يعني معناها مريم النجدانية من قلالات المسيني كانت خايف، ما كانت تعرف هو يسوع ولا ذات المسيني، هو شنو المسيني، هو طلع بحر. فعندنا بالإنجيل لا تخاف تساوي الإيمان والثقة. قال ما بالكم خائفين يا خارجي الإيمان، يعني خارجي الإيمان يعني معناها الخوف. انت من الخوف ايمانك يعني بينزل. شكرا. ثانيا تفضل ابونا، هسه ممتد على حبقوق وقد كان يقول الى متى الى متى، تمام؟ وقد يكون الجواب ولا لا او انتظر، شلون راح تعرف هذا الجواب كان ولا او انتظر؟ كيف تعرف مشيئه الله في حياتك؟ بالحقيقة كل أشياء تعمل الخير. شوفي لا. لا 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 هذا سؤال يعني بمستوى عمق روحي كبير. كيف تعرف مشيئة الله؟ أنا شخصيا على حياتي لما كنت في صف سادس إعدادي صار معي موضوع معين بالامتحانات، وأنا كانت رغبتي فد شيء وصارت دخلت غير كلية، وبعدين خلصت كلية دخلت كليريكية 4 سنين، وكقيس حياتي كاسترجع الماضي وكعمل هال التحليل للمواقف الحياة السابقة، كشوف لو أنا أرجع لهذاك الزمن ما راح أفهم مشيئة الله في حياتي بتاتا. ليش؟ لأن مشيئة الله تنكشف بعدين تتكشف. يعني اليوم فرحي بمهنتي او برهبنتي او بكهنوتي، فرحي لا يوصف. مقابل امنياتي في هذاك الوقت اللي انا كنت اتصورها جميله الي، كنت اتصور الكليه الفلانيه جميله الي، دخلت غير كليه بسبب معين،
ايش الشيء اللي جابني بسرعه للكهنوت وتخرجت وجيت وصرت راعي؟ يعني جمله من الامور قالتني لنيوزيلندا اليوم. يعني لما قالوا لي روح لنيوزيلندا انا ما اعرف وين نيوزيلندا. يلا والله ما اعرف. فالمهم يعني المره الاولى تقصد الانسان يسلم حياته في الله، تشوف كل الاشياء يعتبرها من الله. لا تقولي لهذا الشيء من الله وهذا الشيء من الله، مو من الله هذا من الله. كل الاشياء تمجد الله على كل شيء في حياتي. انت ماتي من يعيش حياه التسليم، شوف تمجد الله على كل شيء. ما يقعد يحسب هون كان الله هون ما كان. احيانا حتى ربنا في هذا التخلي ما خلى النظار ياخذ الحصه والروح، وهاي هاي المسيره مع الخطيه كان فيها بعض المنفعه، انه يجي هذا يشتاق لحضن ابوه ويعرف قيمته الحقيقيه على ابوه، قيمته كابن. لو ما يطلع من البيت طبعا ما يصير كل شيء، بس هو من طلع كانت وحده من النتائج. فلي اجير عند ابي ينظر عنده الخبز وانا هنا انا جوعان، ما كان حاسس بنعمه، ما يحس بنعمه البنوه. فكل شيء بالحياه يمكن تعتبرينه من ربنا، كل شيء ما كان اذا انت سلمت حياتك لربنا. طبعا ما اقول هسه مثل الملحد ها ما يؤمن بالله هاي ربنا في الترك. يعني انا تقول المؤمن اللي سلم حياته لربنا يشعر ان كل شيء يجيله بالحياه مواقف هو بترتيب الهي، وكله راح يطلع منه بخبره روحيه. نعم. هون حبقوق عاش تقريبا في السادسه والسابعه قبل الميلاد. نعم. يعني حوالي 2700 سنه. قبل 2700 سنة كانت الاستغاثة بهذه الدرجة بإذن الله بواحد طه يكون يفعل. لو كان حبقوق عايش في هذه الفترة وقرأ تاريخ الاضطهادات اللي صارت في تاريخ البشرية والمسيحية كيف ستكون استغاثتك؟ هاي نقطة. من قراءات الكتاب المقدس خصوصا العهد القديم قلت أن الأنبياء هم ناس غير عاديين يرون ولا يرون البشر ويفهمون ولهم معرفة غير معتقد، بس يبدو في مواقف معينه ثقتهم بالله تهتز. هل هذا صحيح؟ نعم موجود. درجه الايمان تنزل مو بس الانبياء، مو بس طبعا احنا نقول الانبياء هم مو عادي. حتى الرسل يعني عندهم مثلا 100% في موقف معين ينزل 70 80 30 سنه. بس بالنهايه نهايه المزمور او الاصحاح بس يرجع بعد وقت معين او سنه سنتين يمر بنفس الظروف وتكتسب ثقة بالله. تمام. كيف الأنبياء شكل؟ إبراهيم هذا بالإيمان قدم إبراهيم كم مرة؟ مرة كذا مرتين كذا إبراهيم. تمام؟ هذا إبراهيم. داود قتل وزنى. داود. سليمان بنهاية حياته راح يعني تيجي وضحنا الوحيد اللي بلا خطية يسوع المسيح. هل المسيح كناسوت اهتز ثقة الله؟ بإمكانك تقرأ تأملات في سر التجسد كيرلس الإسكندري. هذا يجاوبك على السؤال. حلل موقف المسيح في بستان جسد ونفتح الآلام غير المنضبطة. الآلام غير مضاعفة، هذا في عمق العقد. فإحنا عند قاعدة أربعية تقول كل ما لا يؤخذ من المتخلص، أي في القرن الثالث الميلادي كل ما لا يؤخذ من المتخلص لا يمكن أن يشفى ويخلص. شكرا أبونا، تعبناك اليوم. الله يقويكم. شكرا. طالب من أجل العراق، لا تنسوا مو بس تتابع الأخبار.